السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا إخوان المهندسين والمهندسات. النهارده لقائنا في الفيديو رقم 368 في قناة عالم الهندسة المدنية Civil Engineering World، ويعتبر الجزء 38 في سلسلة الانفراستراكشر بروجكت، والجزء 16 في شبكة الصرف الصحي أو السيور نتورك. هو بعنوان FRP Manhole Lamination Joint. كنا في خلال فيديوهين سابقين تكلمنا انه مطابق او مناهيل الفايبر جلاس او الجي ار بي او الاف ار بي بتيجي في الموقع وانت بتعمل لها الكت اوت في الموقع. ده كان الشكل، قلنا صورة من الموقع، وبيتم القطع على حسب المناسيب اللي موجودة عندك، وكانت المواسير اللي موجودة عندنا اليو بي في سي، وبنستخدم فيه هنا الفليكسيبل جوينت ووضحناها في الفيديو اللي فات. وده كان شكل الفتحة اللي موجودة بالنسبة للمنهول، وكان بيكون فيه عبارة عن ربر، وبيتم يعني لو فيه اماكن او كده بيقفلها بسيليكون ولا حاجة اضافي، بحيث تمام انه ما يكونش فيه ليكنج من خلال الشورت بايب اللي موجودة هنا او الوصلة اللي موجودة مع المط. بس النقطة انه مثلا قطر الماسورة اللي موجود ده حوالي 200 ملي، فلكن اما يزيد قطر الفتحة زي ما انت شايف هنا، اما قطر الفتحة بيزيد طبعا هو المنهول دائري، فاما تزود الفتحة كل ما بياخد من الكيرفيتشر اضافي، فعشان تيجي تقفله بربر يعني لما الفتحة تكون صغيرة تقدر تحط الربر والماسورة تقفل عليها مع الربر تمام ما يكونش فيه ليكنج. ولكن كل ما الفتحة تزيد، يعني مثلا لو عندنا قطر 300 350، حسب كل ما القطر يزيد يعني دي الفكرة. فأحد البدائل طبعا هو ده مش الستاندرد يعني، ولكن هو كأحد البدائل اللي انت ممكن تقابلها في الموقع، ان انت تضطر ان انت تعمل زي لامينيشن جوينت. طبعا يعني يمكن اللامينيشن جوينت احد وسائل الوصلات بالنسبة لمواسير الجي ار بي او الار تي ار، فبيكون في مواد مختلفة، مواد زي المواد المصنعة للماسورة نفسها، بس بتجيلك يعني على هيئة انه بيكون في رولات كده من الفايبر مع ريزن ومواد لاصقة بحيث ان هي تعمل لك الوصلة وتقفل الجوينت اللي موجودة عندك. فكذلك نفس الفكرة، مش عايز ادخل فيه تفصيل يعني يمكن يكون متصل بقسم ميكانيكا اكتر يعني. فزي ما انت شايف الوصلة اللي موجودة طبعا هنا جي ار بي او اف ار بي، وبرضو كل الشورت بايب اللي موجودة عندنا جي ار بي او اف ار بي، وبيقفلها كده باللامينيشن وبيحط الريزن بتاعه بحيث ان هو يقفل الجي ار بي بتاعه. طبعا هنا الخط اللي موجود اليو بي في سي اللي موجود والشورت بايب اللي موجودة عندنا هنا، بس احنا بنعمل الشورت بايب من الجي ار بي، وبيكون في فليكسبل جوينت. ده برضك نفس الفكرة، بيتم التجهيز يعني عشان قياس المسافة البعيد. ده برضك نفس الفكرة، يمكن في صورة مفيش صورة مكتملة يعني، ولكن يمكن هنا الصورة المكتملة ورا زي ما انت شايف هنا، ديت الماسورة اليو بي في سي، وبتركب الفلكسبل كابلنج بتاعتك، وبتحط الشورت بايب اللي هي متصلة بلامينيشن جوينت طبعا على اساس انه ما يحصلش تسريب من الوصلة ديت اثناء الاختبار او اثناء التشغيل فيما بعد. فديت يعني برضك احد الطرق البديلة اللي انت ممكن تلجأ لها لو ان القطر كبير، في حالة مثلا وصل 350 315 على حسب الاقطار اللي موجودة عندك في الموقع. لكن طبعا الوصلة زي اللامينيشن بتكون محتاجة فنيين اكتر بحيث ان هو يظبط اللامينيشن ده، برضك ما يحصلش منه تسريب، ويكون يعني الوصلة بتتم وصلة اللامينيشن تكون ممتازة بحيث ان هو ما يحصلش منها تسريب فيما بعد. دي بس حبيت النقطة اللي حبيت اوضحها، انه احد البدائل لو زاد القطر عندك بالنسبة للمنهول انت تستخدم وصلة اللامينيشن جوينت بالنسبة للشورت بايب مع المطبق او المنهول. طبعا ممكن تجي لك المطابق ديت جاهزه في الموقع، مش عارف بس للاسف ما فيش صوره موجوده، ولكن طبعا ممكن المطابق ديت تجي لك
جاهزه بحيث اماكن المداخل والمخارج، بحيث ان انت ما تضطرش ان انت تعمل الوصله ديت في حاله مثلا الاقطار الكبيره يعني مثلا اقصد، وبحيث ان انت توصل بس عليها، ما تضطرش ان انت تعمل الوصله ديت في الموقع، بحيث ان هي اصلا لو اتعملت في الموقع المصنع، فاما بتكون معموله في المصنع طبعا بتكون يعني الكواليتي بالنسبه ليها بتكون بيرفكت، لان طبعا معموله في المصنع ففي كنترول عليها اكتر عن الموقع. فاما ان انت تطلبها بالمخارج المداخل والمخارج بتاعتها، او ان انت ممكن تلجأ تعملها في الموقع طبعا لو في عند، لانه زي ما كنت بقول لك انه عشان تظبط ميول الخط فمحتاج ان انت احيانا بتقطع في المنهول من فوق شويه او بتنزل شويه عشان تظبط ميول الخط اللي موجود عندك، ولكن خلاص لو انت عندك المواسير اصلا جاهزه او الشورت بايب الانلت والاوتلت موجود عندك جاهزين، فبتظبط منسوب القاعده الخرسانيه وخلاص تظبط الشغل، بحيث ان انت ما تشغلش بالك بالوصله بالنسبه للماسوره مع المطبق او المنهول. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.